باركت قرار ترامب وأحرجهم أبو مازن عندما قال قولوا ذلك علنا وأنا أتبعكم. هذا بحكي أنا أيام أبو عمر وبحكي عن أبو مازن جديد. لا أبو مازن أنهى صفقة العصر. أبو مازن اللي سواه إنه هو اصطدم بوحيد القرن. هلأ بيجي واحد بقول لك هذا تكتيك ومستحيل يقدر الأمريكان والأمريكان. في بالقضايا السياسية في ثلاث شغلات: قضايا تكتيكية اللي هي بتخدم القضايا الاستراتيجية، وفي قضايا استراتيجية اللي كلنا بنعرفها، وفي قضايا استراتيجية غير قابلة للتكتيك. بدي أختصر شو معنى القضايا الاستراتيجية الغير قابلة للتكتيك. عند الإنسان شو القضايا الغير قابلة للتكتيك؟ الماء، الغذاء، الهواء. يعني لو جيت واحد قلت له بدي أقطع نفسك وأعطيك الكرة الأرضية بيقبل؟ يعني مدة نص ساعة بيقبلش، أنا بموت. فلذلك القضايا الاستراتيجية الغير قابلة للتكتيك عند الأمريكان هيبتهم اللي أعظم ما توصلوا إله، هيبتهم العسكرية والسياسية والمعنوية لأنهم بحكموا العالم فيها. فلا يمكن يعرضوا هيبتهم تحت تكتيك لمصلحة أبو مازن أو لمصلحة إسرائيل أو لمصلحة المنطقة نهائيا. فأبو مازن شاف حاله أنه انحشر في الزاوية، أيدوا العالم ولا ما أيدوا؟ قال لا، وجمع الأمم وتشاف حاله أنه له خط في الأمم المتحدة، وفي تجاوب مع بعض الدول اتصلت فيه، فحشد 129 دولة. فوجد حاله ترامب 129 دولة مع أبو مازن اللي فيش عنده قوة عسكرية ولا قوة اقتصادية ولا قوة سياسية، بس القوة الموجودة معاه قوة قضيته، وإنه معاه 9 دول أو 7 دول منهم 4 قد قرية في السلط. فهذا بهدل أمريكا، تدمير لهيبتها. فلذلك هذا الكلام لبس الأمريكان في الحيط وأفقدهم هيبتهم على العالم. لأول مرة الأمريكان منعزلين هم وإسرائيل لحاله. فهذا أبو مازن الآن شاعر أنه هو في خطر، وقال أن قد لا ألتقي معكم مرة أخرى. فلذلك نفس الإشي الموقف الأردن، ما كان في تكتيك، قالوا للأمريكان لا، زي لا أبو مازن تماما. فهذه اللائين أفشلت كل المشروع، واضطر الخليج واضطرت السعودية واضطر العالم وأوروبا وكلاء أن يسيروا هذا الموقف، لأنه موقف توحد مع العالم، وبطل في حدا قادر أنه يجي. فلذلك يا سيدنا العزيز اللي غير الموقف الدولي أبو مازن. لا، والملك عبد الله لا الفلسطينية ولا الأردنية. بدي أستأذنك معنا الأستاذ علاء الرماوي من رام الله. مساء الخير أخي علاء. مساء النور.